انطلاقا من حرص وزارة الكهرباء والماء على توفير فائض من المخزون الاستراتيجي للمياه ومد المناطق السكنية الجديدة بالمياه العذبة، افتتحت إحدى مراحل مشروع خزانات المياه العذبة في منطقة المطلاع العالي. هذا المشروع له أهمية استراتيجية وتنموية للدولة، ينسجم مع رؤية كويت جديدة ويتناسب أيضا مع مشاريع الدولة الإسكانية والخدماتية. بعد تدشين المرحلة الأولى من مشروع خزانات المطلع العالي في العام 2013، دشنت وزارة الكهرباء والماء المرحلة الثانية بخمسة خزانات جديدة من المياه العذبة تسع كل واحدة منها 55 مليون جالون إمبراطوري. تحرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها المائية بما يتناسب مع مشاريع الدولة الإسكانية والخدماتية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بحلول عام 2035 ليصل إلى 840 مليون جالون إمبراطوري يوميا. ونحن في موقعنا هذا لنفتخر اليوم بأن الكويت تعد من أوائل الدول في المنطقة التي حرصت على زيادة قدرتها الإنتاجية للمياه المنتجة بمختلف أنواعها، حيث تبلغ السعة الإنتاجية أو الإجمالية للمخزون الاستراتيجي حاليا حوالي 4550 مليون جالون إمبراطوري. 275 مليون جالون إمبراطوري هي السعة الإجمالية للخزانات، ستستخدم فيها أحدث التقنيات في منظومة الأجهزة والتحكم والربط بين المنشآت المائية. يسعدني اليوم إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في حفظ الأمن المائي للبلد، ويهدف هذا المشروع لزيادة المخزون الاستراتيجي لدولة الكويت، لزيادة تأمين جميع شرائح المستهلكين وبالأخص المناطق السكنية الجديدة، ومواكبة تطور الدولة العمراني والاقتصادي. مشروع خزانات المطلع العالي يضم أيضا مباني التحكم والمحولات ولوحات التوزيع، وافتتاح المرحلة الثانية منه خطوة للانطلاق بتنفيذ المرحلة الثالثة. مشروع خزانات المطلع العالي مشروع جديد يضاف إلى مشاريع وزارة الكهرباء والماء بهدف مضاعفة إنتاج المياه في الدولة وتلبية احتياجات التنامي السكاني. من المطلع العالي، جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.